خلال مباحثته مع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في موسكو، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده تثمن رد فعل القيادة السورية البناء على المقترحات المتعلقة بالمؤتمر الدولي بشأن سوريا، مؤكدا أن روسيا تنتظر من المعارضة موقفا مماثلا. وأضاف لافروف أن روسيا باعتبارها دولة تهتم بسلامة الشعب السوري والحفاظ على الدولة السورية لن تخضع للاستفزازات، لافتا إلى أنه لا وجود حتى الآن لمؤشرات تبعث على الأمل، حيث أنه لم يتخذ خلال اجتماعات جزء من هذه المعارضة في مدريد أي قرار بشأن المشاركة دون شروط مسبقة. ولفت لافروف إلى وجود قوى معينة تحاول كلما ظهر بصيص أمل ضئيل تحاول العمل على إفشال التقدم بالمجرى السياسي الذي يلوح في الأفق. واعتبر لافروف أن الوضع في سوريا يتطلب وقفا فوريا للقتال وبدءا للحوار السياسي، وهذا ما يهدف إليه المقترح بخصوص التحضير للمؤتمر الدولي الذي تقدمت به روسيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف إلى أن يتفق السوريون بأنفسهم دون أي تدخل خارجي بشأن مستقبل وطنهم. بدوره أعلن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن السلطات السورية تسعى لوقف فوري للنار، معربا عن أسفه من عدم اشتراك الجميع في السعي للتوصل لتسوية سلمية للوضع. وثمن المقداد النتائج التي تم التوصل إليها خلال الاتصالات الأخيرة لروسيا بالجانب الأمريكي، لافتا إلى أنها تعتبر حدا حاسما للتغلب على الصعاب التي تواجه سوريا. كما تعرفون هنالك رغبة عارمة من قبل القيادة السورية من أجل إنهاء هذا العنف والقتل وسفك الدماء في سوريا، والذي تمثل بالبرنامج السياسي الذي طرحه سيادة الرئيس بشار الأسد مع بداية هذا العام، والذي لا يضع شروطا لا على الحوار ولا على جوانب المتعلقة بالحوار. هنالك جوانب فنية الآن ندرسها مع الجانب الروسي بحكم الدور الذي قاموا به خلال الأسابيع القليلة الماضية من أجل تحديد أهم العناصر والنقاط التي ستطرح على جدول الأعمال والقضايا الفنية الأخرى المتعلقة بعقد المؤتمر بالذات. يعني قررت دمشق رسميا المشاركة؟ هذه القضايا نحن نناقشها الآن، وسنعود إلى دمشق لكي تطلع القيادة على نتائج هذه الزيارة واتخاذ القرار. دكتور، هناك يعني مناط حول ان الوفد التفاوضي الذي سيذهب الى جنيف سابقا وصل اعلان تداوله من هناك رئيس الوزراء سيكون برئاسه هذا الوفد. نحن كنا قد اعلمنا الاصدقاء الروس سابقا بان هنالك لجنه بدات للتحضير للحوار الوطني بموجب البرنامج السياسي الذي اعلنه سياده الرئيس، وقد عقد السيد رئيس مجلس الوزراء السوري حوالي 60 اجتماعا حتى الان مع مختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية والجماهيرية في سوريا، وهنالك أفكار كثيرة حول سبل الخروج من الأزمة والأوضاع التي تمر بها سوريا. لذلك نحن بذلنا جهد في هذا المجال، والآن طبعا نحن أمام مرحلة جديدة من عقد المؤتمر الدولي، وهذا ما كنا وما سنناقشه يوم غد أيضا مع الأصدقاء في الجانب الروسي. السفير السوري